اعترفتوا باننا دخلنا والحمد لله المنطقه الخضراء على مستوى انتشار الوباء، بمعنى انكم ما عندكمش مبرر علمي وبائي اللي من شانه انه تجيو تفرضوا به، يعني تخباو موراه باش تفرضوا الالزاميه ديال جواز التلقيح. طلعتوا لنا بهذا الجواز ببلاغ، يعني بلاغ، مجرد بلاغ يتيم بدون استراتيجية تواصلية، بلا حتى شي دليل اللي تعطى لا للمواطنين ولا للموظفين ولا للمقاولات باش يستعدوا. بلاغ اللي كنعتبروه متسرع واللي مشى في الإلزامية، في حين أنكم ما عمركم ما قلتوا الإلزامية، ديما كنتوا كتقولوا الاختيارية، ومنظمة الصحة العالمية باقا كتقول الجواز، باقا كتقول التلقيح اختياري وليس إلزامي. حاجة أخرى، ما فكرتيوش تماما في انه كيصادر حقوق المواطنين. بالفعل لما كنشوفوا بان المرضى ما يمكن لهمش عندهم امراض اخرى يولجوا للمستشفيات لان ما عندهمش جواز كيحرى، هنالك اشكالات. لما المواطنين ما كيمكن لهمش يتمتعوا بحقوقهم حتى المدنيه والاقتصاديه والاجتماعيه، راه كاين اشكال. هذا الشيء اللي جعل ان العديد من المواطنين خرجوا في احتجاجات واللي ما لقيتوا من حل الا مواجهتها بالقمع في بعض المدن. السيد الوزير، وصلت بكم انتم بنفوسكم في وزارتكم في الاداره ديالكم احتجاج الموظفين باش تمنعوهم من انهم يخرجوا ويشاركوا في الاحتجاجات. كذلك بالنسبة للعمال، واش كتعرفوا بلي انكم ما خممتوش في التأثيرات القانونية على مثل هذا القرار؟ الناس نو سولمون يعني ماشي فقط تمنعوا من الولوج، ولكن تمسوا في العطل ديالهم، تمسوا في الاجر ديالهم، وغدا غادي يتطردوا، بمعنى ان هنالك واحد البوتونسيال ديال نزاعات الشغل والدعاوي القضائيه اللي واحد السيل اللي غادي يبقى اللي غادي يجي من بعد هذا القرار اللي كنعتبروه متهور. واش ما كانش بالامكان انكم تفتحوا نقاش عمومي مع المسؤولين ومع المؤسسات الدستوريه اللي هذا هو الهدف ديالها؟ مؤخرا سمعنا مجلس وطني لحقوق الانسان، لا سي ان دي بي الى اخره. كان البرلمان حنا في حاله طوارئيه، ولكن البرلمان كيشتغل، غرف ديال البرلمان بمجلسه الا اذا كنتم باغيين تعملوا من حاله الطوارئ الصحيه مدرعه ومبرره لتمرير قرارات ضد، يعني قرارات لا شعبيه وقرارات تعسفيه. السيد الوزير، حتى من ناحيه التنزيل دابا بغيتوا الشعب شي يبدا يفتشي، عطيتوا لي سامبل فيجيل انهم يقلبوا لنا لي كارت ناسيونال ويشوفوا الباس وداك الشيء، واش هادو عندهم الاهليه؟ وهذا الشيء اللي قلتوا كذلك لا سي ان دي بي، وخصكم تخموا فيه مزيان، لانه لا يعقل، لا يعقل باش نعطيو بعض السلطات اللي غير اهليها، والا كل شيء غيبدا يفتشي، غنوليو في واحد الدوله اللي حنا كنطمحوا اننا نكونوا في دوله ديمقراطيه وتسود فيها الديمقراطيه. شكرا شكرا السيده الرئيسه. تراجع على هذا القرار، تراجع باش باش ما نعرضوش بلادنا للمزيد من الاحتجاجات. بارك الله. شكرا شكرا السيده الرئيسه. شكرا السيده الرئيسه. التحور ديال الدلتا اللي هو كتف الاي 4.2 غادي يقدر يدخل المغرب، راه ماشي من احنا بالمغرب. اذا يمكننا نحافظوا على المكتسبات باش نبقاو على الاجراءات، نبقاو على الاجراءات الاحترازيه ديالنا وعلى ولا بد التباعد وعلى القناعه، وكذلك الباس. خليني نتكلم انت السيد الرئيس، خليني نتكلم انت السيد الوزير. كذلك الباس، لان الباس وثيقه كتحمي الناس باش يدخلوا لواحد المكان. انا عندي الاغلبيه اليوم، خصني نحميها اكثر من الاقليه، حيت الاقليه فيها الاقليه ماشي هي اللي غتفرض علينا الراي ديالها. الاقليه حيت هذيك الاقليه اللي بقات اليوم فيها الرافدين كبتاتا، وفيها الناس اللي عندهم موانع، وفيها الناس اللي هما هوسبيتاليزي. فبالتالي الله يرحم الوالدين، هاد كاين تعامل مع هاد الاقليه المريضه. ما عمرنا من هنا شي واحد يدخل للمستشفى حيت ما عندوش الباس ابدا. سيد الوزير، اذا احنا قلنا على بعد 5 مليون باش نوصلوا للمناعه الجماعيه. الا بغينا نوصلوا ل 100% نظرا ان المناعه الجماعيه بالنسبه للفيروس ديال الدلتا هي 90%. 90% هي ما يناهز تقريبا 26 مليون ونص ديال المستفيدين من اللقاح. احنا يعني الاغلبيه الساحقه والمطلقه ملقحه الحمد لله في المغرب. كنهضروا على واحد الاقليه اللي فيها الناس اللي هما عازفين على اللقاح، فيها الناس اللي مرضى، فيها الناس اللي يمكن لهم يستافدوا من الاعفاء لانه عندهم موانع طبيه. هادو عندهم الحلول ديالهم، لقينا لهم الحلول ديالهم. انتم كتعرفوها ان عندهم اون اتيستاسيون ديكزومبسيون ديال لا فاكسيناسيون، حيت عندهم اون كونتر انديكاسيون، وكاينه في البوابه الالكترونيه اللي هي كتخرج لهم عن طريق واحد لاكوميسيون لوجينا طبيه اللي كتعطيهم هذاك التصريح. كذلك بالنسبه اللي استافدوا بالجرعه الاولى كنعطيهم واحد التصريح. فبالتالي اليوم كنهضروا على اقليه اللي ما مستافداش، فين كاين الاشكال بالنسبه لجواز التلقيح هنايا؟ بما ان كل شيء مستافد من اللقاح عنده جواز التلقيح، اذا كيولي هذا اداه وسيله اللي كنحاربوا بها الوباء باش ما يحدثناش واحد البؤر مهنيه تجاريه اقتصاديه صناعيه. فبالتالي خصو يكون سلوك حضاري، ما كنفرضش انا على شي واحد في الشارع اعطيني جواز التلقيح نشوف ولا ما تدوز شيء. ما يمكن في الدول الاوروبيه الاسيويه الناس اللي يقولوا كيسدوا كاين الاغلاق. علاش الاغلاق؟ بلا ما نهضر بلا ما نسمي البلدان، ولكن ما وصلوش واحد النسبه ديال التمليع اللي جد مهمه. ماشي راه كنعسوا ونفيقوا كتجينا فكره وكنطبقوها، ما يمكنش. راه كاين واحد العمل جد مهم، لجنه علميه اللي هي عندها استقلاليه العلميه، ماشي ولا خاصها تكون عندها تابعه للاداره ولا عندها استقلال اوتونومي سيونتيفيك تابعه عندها، تعطيها لله من نهار اي واحد عالم في شي امور عنده الاستقلاليه العلميه ديالو، وكنتبعوا النصائح ديالها. وملي كنتكلموا على الجرعه الثالثه كذلك، حتى هي ما جاتش ونزلات الجرعه الثالثه. الجرعه الثالثه كانت مبنيه على اسس علميه، حنا عرفنا تبعنا منذ بدايه ديال اللقاح وشفنا المعدل السنوي المعدل العمري ديال الاشخاص اللي كانوا كيتقاسوا بالكوفيد 19 لما بدينا الحمله الوطنيه
عيادات اللقاح بدا غادي وكاين خرط حتى وصلنا تقريبا 53 سنه. من بعد فات 6 شهور بدا كيطلع كيف بدينا النهار الاول، وصلنا الناس اللي كانت عندهم الهشاشه واللي بداو في الاول داروا الجرعات الاولى ديالهم ولاو عاود كيتصابوا رغم الاستفاده ديالهم من جوج الجرعات. اذا كان هنا كننبهوا بان كاين يعني داك الحمايه ديال اللقاح بدات كتنضطر، ولهذا خاص ولا بدات عزيز، وهذا ماشي 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 قرار خاص بالمغرب بوحدو، اعتمدته بزاف ديال الدول اللي متقدمه في اللقاح. حقيقه المنظمه العالميه للصحه من حقها ما تقول لك انا ما كننصحش. عرفتي علاش المنظمه العالميه للصحه ما تنصحش دابا بالجرعه الثالثه؟ لان عندها المسؤوليه العالميه في الوقت اللي كاين بلدان اخرين مازال ما وصلتهمش حتى الجرعه الاولى. ما يمكنش تقول انا خص بلدان واحده اخرين يديروا الجرعه الثالثه وواحد اخرين ما خداش الاولى، ولكن الناس اللي تقدموا في عمل الحمله الوطنيه ديال التلقيح ديالهم تيتقدموا حسب معطيات علميه وشافوا بان الجرعه الثالثه معززه وكتخلي الناس كتحافظ عليهم من الخطوره. كذلك بغيت نتكلم على الامر ديال بالنسبه للقاحات والستوك ديال اللقاحات. الحمد لله عندنا ما يكفي باش نلقحوا جميع المواطنين المغاربه، والمغرب غادي في سياده اللقاح. يعني حنا غادي نبدا ننتجوا اللقاح في هذا شهر نوفمبر، هذا شهر 11 غادي ندخلوا في العمليه ديال اللقاح، وما كتطرحناش الاشكاليه ديال لا دات ديكسبيراسيون واش قرب يسالي، لان عندنا ذاك الاقتناءات كتكون تدريجيه ما عندناش اجماليه وستوك وكنحطوه، كاين تدرج في الامور وكاين واحد لا تراسابيليتي انفورماتي دي ماتيرياليزي ما كاينش فيها ادنى اشكال بتاتا. والناس اللي كانوا كيشوشوا وكيقولوا بان التلوث ديال، نشرح لكم القضيه ديال التلوث باش نتفهموها، وقعت في انسول فاكسين اللي هو فايزر. شنو ما كاين لا تلوث لا والو، كاين 3 فلاكون ديال لي فاكسان اللي ما ديكونجلاوش كومبليتمون، والناس اللي كانوا بغاو هذا غلط تقني، الناس اللي كانوا خداو لي فلاكون ملي كتقبضوا ان فلاكون فاكسان ولا دواء كتلقاو فيه واحد الكاوتشو، ذاك الكاوتشو فيه واحد لو سونتر، واحد لو سيركل في الوسط وكاين لو سيركل الاخراني، خاصك تبيكي في لو سيركل الوسطاني، إيزون بيكي في واحد لو سيركل اللي في الجنب، فبالتالي ملي كتبيكي كتقطع الكاوتشو، وملي كتدخل لاسونا كيطيح الكاوتشو الانتيريور ديال لو ليكيد وكيقول لك فوالا ها انتم اللي عندنا فيه البارتيكول، البارتيكول ديال الكاوتشو، فبالتالي هذه خلقت واحد البلبله وشرحناها ودرنا بلا، فبتحت المسألة ديال التواصل، لكن تواصل كاين مسلسل ديال التواصل ديال اللجنه العلميه اللي كتخرج كل يوم، كاين واحد من اللجنه العلميه اللي كيخرج وكيشرح، لكن واش بغينا نسمعوا ولا ما بغيناش نسمعوا؟ واش كنثقوا في ذاك الكلام اللي كنقولوا ولا ما كنثقوش في ذاك الكلام اللي كيقولوا لنا الخبراء المغاربه ديالنا؟ وحنا كنشهدوا لهم بالنزاهه ديالهم بالعمل ديالهم الجدي، لان منذ الجائحه وحنا كنشوفوا المكتسبات اليوم، ما يمكنش نقولوا نشككوا في المكتسبات اللي حققناها اليوم. الناس ديال عياو عامين ديال التماره، عامين هما كيضربوا، عرفتي شحال ديال 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 الاطباء في الانعاش؟ والسي زيدو حرا يكوني تخي بيان، عندنا 485 في البريفي و 222 طبيب الانعاش في البوبليك، واش 222 هي اللي غادي تشد لنا المغرب عاوتاني الى طاح كامل لي ديتريس ريسبيراتوار والاكسجين؟